سعد سفير، هناك حراك يشهده الآن الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته فيما يتعلق بالمسألة الفرنسية الفلسطينية، يعني هناك حراك ثقافي، هناك حراك سياسي منذ يومين كان رئيس الوزراء، يعني ما هي نتائج هذا الحراك على كل حال، حتى لا نقول قريبة المدى أم بعيدة المدى على الأقل؟ يعني على الصعيد السياسي طبعا الاتحاد الأوروبي ما زال هو الشريك السياسي والاقتصادي الأول لفلسطين، ونحن نعتمد على الدعم السياسي خاصة للاتحاد الأوروبي للعب دور مهم في عملية السلام والضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها في ظل عملية السلام، وهذا النشاط السياسي الدبلوماسية السياسية نحاول أن ترافقها بدبلوماسية ثقافية للتأثير أكثر على الرأي العام الأوروبي وعلى الأعضاء في البرلمان الأوروبي لحشد مزيد من الدعم لهذه القضية العادلة الفلسطينية. والآن اتضحت الكيل بعدة مكاييل في بخصوص القضية الفلسطينية، فنرى كيف يتعامل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته مع المسألة الأوكرانية، في نفس الوقت فهو يستخدم معايير أخرى للتعامل مع القضية الفلسطينية، فمن خلال الدبلوماسية السياسية والدبلوماسية الثقافية، من خلال المشاركة في فعاليات ثقافية، من خلال الشباب الفلسطيني كما حدث هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي، نحاول تقوية الدعم الأوروبي والتأثير على الرأي العام الأوروبي لحشد مزيد من الدعم خلف القضية الفلسطينية. رئيس الحكومة الفلسطينية كان موجود في بروكسل لمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ما هي نتائج هذه المشاركة وما يمكن أن نستشفه من هذه الدعوة أولا ومن هذا الاهتمام؟ نحن أمام حكومة إسرائيلية متطرفة فاشية، مواقف الإسرائيلية تهدد وجود حل الدولتين وعملية السلام، ونحن رأينا أن الوضع إلى في درجة من الخطورة تستحق أن يأتي رئيس الوزراء الفلسطيني لإطلاع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الوضع الميداني. هناك عمليات قتل يومية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية، هناك انتهاكات، ونحن في ظل الحراك الدبلوماسي لاحتواء هذه الهجمة والاعتداءات الإسرائيلية جئنا إلى بروكسل لإطلاع الأوروبيين على الوضع السياسي. نحن نطالب الأوروبيين اليوم، هم مطالبون باتخاذ خطوات عملية باتجاه دولة الاحتلال، الأوروبيون يمتلكون الأدوات الكافية لممارسة الضغط على إسرائيل، نريدهم أن يمارسوا الضغط لوقف الاستيطان، ولكن للأسف الشديد يعني هناك لا يوجد هناك رغبة سياسية في الدخول في مشاجرة مع إسرائيل، ولكن هذا عملنا، هذه وظيفتنا، هذه رسالتنا، استمرار الضغط على الأوروبيين للتحرك لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين. أخي سؤال سعد سفير، فيما يتعلق بما أقدم عليه بعض الأشخاص في السويد وفي منذ قليل في لاهاي من حرق المصحف الشريف، كيف يمكن أن يؤثر هذا على القضايا العربية بشكل عام والإسلامية؟ يعني نحن نأسف لهذه الأحداث حقيقة التي تصيب مشاعرنا جميعا، ونقول أن عندما حرية الرأي ممكن أن تهدد التعايش السلمي بين الديانات وبين العرقيات، يجب وضع حد لهذه العملية وتوجيه إهانة إلى مليارات المسلمين في العالم. نحن نأسف ونتمنى من الحكومات الغربية بشكل عام والحكومة السويدية إعادة النظر في هذه الأحداث لعدم خلق توترات بين الجاليات السويدية نفسها من المسلمين ومن غيرهم، فأعتقد أن الخطر الوحيد والتهديد هو أولا على الشعب السويدي في مكوناته المختلفة، لأن هناك مسلمين في السويد، هناك مسيحيين في السويد، فللحفاظ على التعايش السلمي بين أبناء الشعب السويدي يجب اتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار هذه الأحداث.